أعلنت شركة الطيران رايان إير أنها ستلغي بطاقة الصعود الورقية، حيث سيتعين على جميع المسافرين تقديم تذاكرهم عبر الهواتف المحمولة اعتباراً من الأول من مايو عام 2025، وسيكون لهذا القرار تأثير على المسافرين المغاربة بدءاً من العام المقبل. وأكدت الشركة أن بطاقة الصعود ستصبح رقمية فقط، مما يعني أنه يجب على أولئك الذين لا يستخدمون الهواتف الذكية البحث عن شركة طيران أخرى للسفر. وقال الرئيس التنفيذي للشركة مايكل أوليري: سنقوم بإلغاء مكاتب تسجيل تذاكر الطيران، ولن يكون هناك أي سبب لتحصيل رسوم من الأشخاص مقابل التسجيل في المطار، حيث كانت الشركة تتقاضى 65 يورو و50 سنتا لتسجيل الوصول في المطار، بينما كان التسجيل عبر الإنترنت مجانيا. وأوضح أوليري: نريد إلغاء عمليات التفتيش في المطارات بنفس الطريقة التي ألغينا بها مكاتب استلام الأمتعة. نحن نعمل على أن يتم كل شيء عبر التطبيق بدءاً من الأول من مايو، وألا يبقى أي شيء على الورق. ومع ذلك أكدت الشركة أنه في حال نفاد البطارية أو تعطل الهاتف ستتوفر حلول لمن أتم تسجيل الوصول عبر الإنترنت مسبقاً،